السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي القناة. من الآخر خلاصة هنتكلم عن طبعا لأول مرة تزورنا في القناة تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم 4/11/2020 مع بداية الجولة الثالثة من الدوري العراقي. النهاردة كان عندنا مباراتين، النجف فاز على السماوة 1-0، وكهرباء او الكهرباء فاز على الميناء البصرة 3-1 او الكهرباء فاز على الميناء 3-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري العراقي بعد المباراتين اللي كانوا اليوم الاربعاء 4/11/2020. بالنسبة لترتيب فرق الدوري العراقي بعد المباراتين اليوم مع بداية الجولة الثالثة، نفط الوسط في المركز الاول برصيد 6 نقاط، القوى الجوية في المركز الثاني ب6 نقاط، الطلبة في المركز الثالث ب4 نقاط، النفط في المركز الرابع ب4 نقاط، الشرطة في المركز الخامس ب4 نقاط، أربيل في المركز السادس ب4 نقاط، الكهرباء في المركز السابع ب4 نقاط، الكرخ في المركز الثامن ب4 نقاط. طبعا الكهرباء هو اللعب في بداية الجولة الثالثة اليوم. الديوانية في المركز التاسع ب4 نقاط، أيضا النجف في المركز العاشر ب3 نقاط وهو لعب اليوم أيضا، السماوة في المركز الحادي عشر ب3 نقاط ولعب اليوم، نفط ميسان في المركز الثاني عشر بنقطتين، الحدود في المركز الثالث عشر بنقطتين، الزوراء في المركز الرابع عشر بنقطتين، زاخو في المركز الخامس عشر بنقطتين، القاسم في المركز السادس عشر بنقطة، نفط البصرة في المركز السابع عشر بنقطة، الميناء البصرة أو الميناء بس في المركز الثامن عشر بنقطة، أمانة بغداد في المركز التاسع عشر بنقطة، عذرا بدون نقاط، وصناعة الكهربائية في المركز العشرين والأخير بدون نقاط أيضا. بالنسبه لترتيب الهدافين، وقبل ما اقولك ترتيب الهدافين عايز اقولك ان القايمه ديت ناقصها هدافين مباريات اليوم اللي هي كان اهمهم مباراه الكهرباء امام ميناء البصره او ميناء البصره. المباراه دي انتهت 3-1 لصالح الكهرباء زي ما قلنا في النتائج. احرز الاهداف محمد ابراهيم ومحمد ابراهيم ورحيم اولييه. محمد ابراهيم احرز هدفين في هذه المباراه للكهرباء، وكان قد احرز هدف هنا فين اهو، محمد ابراهيم اهو كان احرز هدف هنا للكهرباء ايضا قبل كده، فكده هو متصدر الهدافين برصيد 3 اهداف محمد ابراهيم لاعب الكهرباء. بعد كده عندنا في المركز الثاني بقى عمر عبد الرحمن لاعب الكرخ بهدفين، ومحمد داود ياسين لاعب النفط، ومحمد خالد جفال لاعب الطلبة، واحمد عبد الرازق لاعب نفط ميسان، ومنار طه لاعب الحدود، وعمر منصوري لاعب نفط الوسط، وامجد عطوان قازم لاعب الشرطة لا الحد عمر منصوري. كل دول اللي انا قلتهم دول في المركز الثاني برصيد هدفين بعد محمد ابراهيم صاحب 3 اهداف اللي بيلعب للكهرباء. بعد كده يجي قرار علي لاعب نفط ميسان، وكل الاسامي اللي انت شايفها دي معاهم طبعا اللاعب اللي احرز هدف اليوم اول هدف له رحيم اولي لاعب الكهرباء، وعماد محسن احرز اول هدف له ايضا لاعب ميناء البصرة او الميناء عامة. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر وخلاصة. ارجو الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، واعتذر اني جبت موقع اخر غير المواقع اللي بجيب منها لانهم لسه منزلوش النتائج عندهم. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.